كيف حالك يا شيخ نعم صالح؟ الله يحييك، حياك الله بخير. الله يحفظكم ويرعاكم ويديم علينا الامن واستقراره. امين امين. وقنا وياكم لما نحب ويرضى، احنا نحبكم يا مشايخنا. امين. ونقدركم ونحمد الله سبحانه وتعالى ان نشوفكم وناخذ اسئلتكم. يا شيخ انا في قرى في ضوح الطائف يجينا ناس يدعون الى الله سبحانه وتعالى، لا يتعرضون سياسه ولا يتعرضون، يعني يدعون دعوه يعني ويرغبون الناس ويجيهم بالاخلاق الحسنه ويجونا ونستقبلهم. في ناس يقولون انهم ما ادري وش فيهم وان المشايخ يحذرون منهم، والله ما ادري عنهم. طيب نبغى ناخذ رايك في مشايخ الله يرضى عليك اللي هم جماعه التبليغ يعني. شكرا. والله يا اخي الحمد لله الحكومه ما قصرت، عينت دعاة وجعلت وزاره للشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد، فيقتصر على هؤلاء ولا يمكن غيرهم من الدعوه، لان هذا فيه تضارب في الدعوه، وهؤلاء ربما يكونون غير مؤهلين ايضا للدعوه، وايضا ما يدرى عن عقائدهم وما يدعون اليه. فالحمد لله الدولة جعلت دعاة مؤهلين ويتجولون ويدعون إلى الله ويعلمون الناس، فيهم الخير إن شاء الله. نعم.